لماذا الخوف والأمر بيد الله وحده؟ لماذا الخوف والله خالق كل شيء؟ لماذا الخوف والعاقبة للمتقين؟ لماذا الخوف وأنت يرعاك رب هو رب العالمين؟ لن يستطيع أحد أن يوصل إليك من السوء شيئاً إلا إذا أراده وخلقه وشاءه وقدره. لماذا تخاف؟ الخوف الذي صار مرض كثير من الناس هذه الأيام، البعض يخاف في هذا الزمن من كل شيء، وصار يتوقع الضر والشر مع أن الله جل وعلا أرحم الراحمين. العلاج الوحيد لتعود الطمأنينة إلى قلبك: كن مع الله واحفظ الله يحفظك، وذذ بجنابه جل وعلا، ولن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فثق بربك واطرد الخوف، واطمئن قلبك بذكره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.